عبروني يا صفير الدار بهاكي لبنية العاشقة شو صار. خبروني يا صفير الدار بهاكي لبنية العاشقة شو صار. بعدها بتسقيكن بإيدا مي وبعدكن بتخبروها أخبار. كنت حب كتير وزعلها تا يحزن عيونا حبات الدمع تلمع على جفونا. وكيف ترجعوا ترضوا تصعب علي وروح لعندها وكلمة عتب ترجع تراضينا تمحدني فينا وتمحينا ومازال